وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أحبتي في الله، أريد أن أوجه كلمتين، إحداهما للمسلمين كافة، والأخرى للسلفيين خاصة. أما الكلمة التي أخاطب بها كل مسلم وإن لم يكن على منهج السلف، فهي أنه لا بد أن يعرف حقيقة شرعية دينية واقعية، وهي أنه كما قال شيخ الإسلام تيمية: من خالف الطريقة السلفية فلا بد أن يتناقض وأن يقع في الضلال وأن يقع في الجهل المركب والبسيط وأن يقع في الفتن. كل من خالف الطريقة السلفية فلا بد أن يتناقض ولا بد أن يقع في الضلال وفي الفتن. هذه حقيقة يا إخوة أشار إليها الله جل وعلا في آيات كثيرة، ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا أي الناس بمثل ما آمنتم به أنتم يا معشر أصحاب رسول الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الهداية محصورة في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. وإن تولوا، إن تولى الناس عن الإيمان بمثل الإيمان الذي كان عليه السلف الصالح فإنما هم في شقاق، إنما هم في نزاع، إنما هم في فتن وفي محن وفي سفك للدماء وهتك للأعراض واستباحة للأموال. وهذه الفتن التي نراها ونلمسها ونجدها في واقع حياتنا، ولا سيما في بلدنا، هذه الفتن والله ما هي إلا من ثمار الانحراف عن المنهج الصحيح، عن الدين الصحيح الذي كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فالسعادة يا أخوة منوطة بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رجعنا إلى التاريخ، إلى عصر الخلفاء، نجد أن الذين قتلوا ظلما وقتلوا كفرا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وكذلك الذين قتلوا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب هم من؟ كل هؤلاء متدينون، لكن ديانة مخالفة لما كان عليه أصحاب رسول الله. وأما الذين قتلوا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان فهم الذين يقتلون المسلمين اليوم، الخوارج التكفيرية الغلاة. إذن يا أخوة، الانحراف عن منهج السلف هو الذي يجلب الشرور والفتن والمحن على المسلمين. إذا وصلت أياديهم الخبيثة إلى أنظف الناس وأفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام والصديق إلى الخلفاء الثلاث، فماذا تتوقعون؟ هل يتورعون من قتلي وقتلك ومن قتل الناس الأبرياء؟ لا والله، يكفروننا ويستحلون دماءنا. إذن لا بد أن يعي المسلمون هذه الحقيقة،
أن هذه الفتن كلها بسبب الانحراف عن جادة السلف، الانحراف عن منهج السلف الصالح. والله جل وعلا لن يرفع الذل عنا ما لم نرجع إلى ديننا، الدين الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكل هذه الفتن بسبب تدين بعض المتدينين تدينا فاسدا، تدينا منحرفا. ولماذا نبحث عن علاج وهو في الحقيقة ليس بعلاج؟ العلاج الصحيح لهذه الفتن ولهذه المشاكل التي نحن فيها أن نرجع إلى الله جل وعلا، وأن نرجع إلى دينه، وأن نتمسك بالكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أي دين يا إخوة؟ ليس دين الخوارج، وليس دين الخرافيين عبدة القبور، وليس دين الذين يسبون أصحاب رسول الله، وإنما الدين الذي كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذا رجعنا إلى هذا الدين وتمسكنا به، فحينئذ يرفع الله جل وعلا عنا الذل، ويدفع عنا الفتن والمحن. لن يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن العلاج الوحيد يا أخوة هو الرجوع إلى الدين، وما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد الصحابة، فلا يكون اليوم دينا. ولا نغتر بالمظاهر ولا بالشعارات ولا بالكلمات، وإنما لنا معيار، وهو المنهج الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أمته، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار، هذا في الآخرة، وفي الدنيا في ماذا؟ في شقاق، وفي نزاع، وفي سفك للدماء، وفي تفرق. كلها في النار إلا واحدة. قبل أن يدخل هذه الفرق، قبل أن تدخل نار الجحيم، قد دخلت هنا نار الفتن والمحن. إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن كل من يريد النجاة لنفسه ولأهله ولأمته ولبلده، فليتمسك بما كان عليه السلف الصالح، وليدعو الناس إلى هذه الحقيقة، لأنه والله لا نجاة لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالرجوع إلى الدين الصحيح الذي كان عليه إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. أما الكلمة الأخرى يا أخوة، أوجهها لإخواننا أهل السنة الذين يدعون أنهم يتمسكون بالسنة ويسيرون على منهج السلف الصالح. أقول: نحمد الله أنكم قد عافاكم الله من الانحراف العقدي والمنهجي، ولكن ينبغي أن نحذر آفات النفس، أن نحذر النفس الأمارة بالسوء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصول الشر ترجع إلى 3 أمور: إلى الكبر، وإلى الحرص، وإلى الحسد. أصول الشر ترجع إلى الكبر، وإلى الحرص، وإلى الحسد. أما الكبر هو الذي دفع إبليس إلى ما صار إليه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن السبب الذي دفع إبليس إلى الكفر هو الكبر، فلنحذر الكبر. أما السبب الثاني الحرص، والحرص هو الذي دفع آدم إلى أن يأكل من الشجرة، وترتب على أكله من الشجرة أن أخرج من الجنة. وأما الحسد فهو الذي دفع أحد ابني آدم على قتل أخيه. فمن وقي من المسلمين شر هذه الأمراض الثلاث فقد وقي الشر كله: الكبر، والحرص،
والحسد. الكفر يا أخوة من ثمار الكبر، والمعاصي كلها من ثمار الحرص، أن تحرص على ما حرمه الله عليك، حريص، كل ممنوع مرغوب. المعاصي كلها من ثمار الحرص على الدنيا، وكذلك البغي والظلم من ثمار الحسد، البغي والظلم من ثمار الحسد. قلت قد عافاه الله من الانحراف المنهجي والعقدي، لكنه يحسد أخاه، لكنه حريص على الدنيا والمعاصي، لكنه ابتلي بمرض الكبر. فلنحذر يا أخوة هذه الآفات الثلاث. يا معشر أهل السنة، فلنتواضع، والله ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ولنتقي الله جل وعلا، ولنبتعد عما يكرهه الله ويبغضه. لا نحرص على المعاصي وعلى الذنوب وإن أمرتنا أنفسنا، وكذلك فلنزكي أنفسنا من الحسد. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله لأجل ماذا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لكن قبلها ماذا قال الله جل وعلا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن لابد من التزكية يا أخي، لابد من تزكية النفس وتزكية اللسان وتزكية الجوارح والأركان. نزكي أنفسنا من الشرك والكفر والبدع والخرافات، كذلك نزكيها من الكبر ومن الحرص على الدنيا ومن الحسد وجميع هذه الآفات. أما أن نقول نحن بفضل الله عافانا الله من الشرك، لا ندعو غير الله ولا نستغيث بغيره ولا نتوكل على غيره ولا نذبح لغير الله، فنحن في سعادة وفي نعمة عظيمة، نقول نعم، ولكن بقيت تزكية أخرى، أن تزكي نفسك من الكبر والحرص والحسد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتقوى يا أخوة بهذه الأمور، بتزكية نفسك من هذه المعاصي والذنوب والآثام، لكي يحبنا الله جل وعلا ويرحمنا ويرفعنا في الدنيا والآخرة. إذن يا معشر المسلمين، ارجعوا إلى دينكم، وليس هناك دين يرتضيه رب العالمين سوى الإسلام، وليس هناك إسلام مقبول إلا الإسلام الذي كان عليه السلف الأول والله. ويا معشر أهل السنة، يا معشر السلفيين، زكوا أنفسكم من الكبر ومن الحرص ومن الحسد. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يزكي نفوسنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يزيد إيماننا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يفرج عن إخواننا، وأن يرزقنا الإيمان والأمن والعافية في الدنيا والآخرة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.